اللقطة دي أستاذ عبد الشافي من وجهة نظرك الصحفية، لقطة تجمع ما بين الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة، أحمد مرتضى منصور رئيس البعثة لنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور مشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، واستقبالهم للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد اتحاد القطري لكرة القدم. هو مشهد عظيم ومشهد يؤكد على حسن العلاقة، ويؤكد على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، ويؤكد على قيمة نادي الزمالك عند الأشقاء في قطر. تمام. قيمة نادي الزمالك الكبير العظيم هي رسالة. ورسالة. بالظبط. إن الزمالك ده حاجة عظيمة، وعشان كده المستشار النهارده في الفيديو اللي شفناه دلوقتي كابتن طارق قال فيه مجموعة من الرسائل المهمة للغاية. رسالة الإشادة المستحقة اللي قالها الأشقاء في قطر. الإشادة المستحقة اللي قالها للشيخ خليفة رئيس الاتحاد القطري، كمان في حضور جمال علامة يمثل برضو الكرة المصرية، والكرة المصرية لها ممثل. الكرة المصرية جمال علامة رئيس اتحاد الكرة المصري موجود، وده دليل على أهمية وعظمة الزمالك وأهمية وعظمة المناسبة. المناسبة تحت رعاية الفيفا، مش بطولة ودية ولا كاس ولا 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 ماتش ودي. ده أنا قلت إن التذاكر بتباع عبر الموقع الرسمي للفيفا. للفيفا تذاكر هذه المباراة. هذه المباراة بص هنتكلم عليها بعدين اهميتها، لكن الرسائل اللي عاوز اقولها زي رسالة الإشادة المستحقة وكلمات الإطراء اللي طالعة من القلب من المستشار مرتضى منصور للأشقاء في قطر على توفير الأمن والأمان للبعثة بالكامل، وعزل بعثة فريق الزمالك، وتأمين أحمد مرتضى منصور يمثل المستشار مرتضى منصور لأن هو رئيس البعثة فهو يمثله كرئيس نادي، بالإضافة لوجود كل أعضاء مجلس إدارة هناك يشعرون كأنهم موجودين في القاهرة أو موجودين في جامعة الدول العربية خاصة، وإن جمهور نادي الزمالك ملأ الشوارع هناك. من عظمة هذا الجمهور في الشوارع ويرفع راية الزمالك والراية البيضاء للزمالك اللي معروف مشهورة في العالم، انك انت تحس انك انت ماشي في جامعة الدول العربية. الجمهور الأشقاء في قطر صوروها بموبايلاتهم وكتبوا عليها رسائل على عظمة هذا الجمهور. فإذا الفيديو النهاردة فيه كلمات إشادة وإطراء مستحقة من المستشار مرتضى منصور للجانب القطري، كمان فيه رسائل تانية توجهت للجمهور ان كنتوا جمهور هتكونوا لاعب مهم. دي مشاهد بقى يعني انا شايفها تاريخيه. لا تاريخيه، هو استقبال اسطوري. المشاهد كانت الرساله اللي قدمها للجمهور انكم كلكم تدعوا، ان كلكم تساندوا وتشجعوا، ده حاجه مهمه جدا من المستشار مرتضى منصور الجمهور الزمالك عشان يكون هو اللاعب رقم 12 في الملعب واللي هيحفز لعيبه الزمالك. وعلى فكره مش انا المستشار بس قال الكلام ده، واحنا لا كمان فيريرا النهارده قال في المؤتمر الصحفي اتمنى ان كل جمهور الزمالك يرتدي تيشرت الزمالك وينزل المدرجات عشان يشجعنا عشان الكره الحلوه. وما تنساش كمان ان فيريرا اشتغل سنتين مع السد القطري في نفس المكان، وعارف الجمهور المصري هناك وجمهور الزمالك هناك وعارف الاجواء هناك. فالرسائل الثانيه ما حدش يشق الصف اللي هم الناس اللي طالعين بيشتموا. صح. لا ده الزمالك بيمثل مصر. صح. ويمثل الكره المصريه، وعظمه الزمالك اللي خلته في افتتاح اهم ملعب في مونديال 2022 اللي هو ملعب لوسيل اللي هتقام عليه يقام عليه نهائي كاس العالم. صح. وسيسجل التاريخ ان الزمالك بشعبيته وعظمته وجماهيره افتتح هذا الملعب برعايه الفيفا. بالظبط. تاني عاوز ارد على الجماعه اللي بيقول لك دي ماتش ودي وان دي حفله. ما دايما وابدا بيقول لا، ما انا هرد عليهم يا كابتن طارق اسمح لي ارد عليهم على انني ده حق دين كارهين مش عاجبهم الزمالك العظيم بجمهوره العظيم الاول مره يشوفوا هذا الجماهير. يا كابتن طارق انتصارات الزمالك دلوقتي واخد دوري وكاس في شهر خلت جمهور تحس ان جمهور الزمالك خدنا بطولتين في اسبوع لو تفتكروا ست ايام. لا انا عاوز اقوله برضه في عهد جمهور الزمالك منصور برضه طبعا الفتره الاولانيه قبل ما يجمد السوبرين قبل ما يجمد السوبر المصري والسوبر الافريقي. برافو عليك. فخدوا السوبرين في ست ايام فبراير الابيض. فده تحس ان جمهور الزمالك هو الاغلبيه في مصر او خارج مصر. يا كابتن طارق انا لو قرات لك الرسائل اللي جايه من نجوم الاعلام ونجوم الرياضه في الدول العربيه هتحس بالفخر بهذا النادي العظيم. صح. وكمان هذا النادي العظيم بقى ليه شعبيه وزاد شعبيته اسمح لي اقولها مع المستشار مرتضى منصور، هو اللي عمل نادي الزمالك مؤسسه رياضيه على طريقه احترافيه لها قواعد هو اللي عمل ليها اعلام، هو اللي خلى ليها دراع طويله الجبل هي عايزاه، هو اللي خلى جمهور الزمالك يلتف حول الزمالك بعد ان كان جمهور الزمالك في العشريه السوداء ان كل واحد بيقفل على نفسه يشعر بالخجل دلوقتي. صحيح. تشعر بالفخر في ظل هذه القيادة.